ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض فكرة الديكور القمر ده، فكرة النجمة اللي انتوا شايفينها دي، فكرة كده سهلة وبسيطة لديكور عملتها بجد طلعت من احسن الافكار ان انا نفذتها. فكرتها برضو كانت سهلة وبسيطة معايا خالص، والخامات اللي استخدمتها موجودة عندنا في كل البيوت، كمان ممكن نستخدمها عندنا في البيت بكذا حاجة. يعني ممكن ان احنا نحطها جنبنا كده على الكومودينو كأنها اباجورة. النور برضو اللي جوه ده مع الخيش كان مدي شكل كويس قوي، انا كنت مقللة الاضاءة بتاعتها كده، كان بجد الشكل بتاعها تحفة في الضلمة، كانت جميلة قوي. انا هنا كنت عليت الاضاءة شوية علشان برضو الشكل يبان معاكو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على القناة، وخليكم معايا لآخر الفيديو وإن شاء الله الفكرة هتعجبكم قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو. هحتاج بقى اول حاجة قطعة كده من الكرتون، وياريت الكرتون كده يكون جامد برضو شوية علشان برضو الديكور يبقى محمل كده معايا، ما يبقاش برضو سهل ان هو يقع او كده. وبعدين كنت رسمة نجمة كده على ورقة برة اي حجم انتوا عاوزينه، انا كنت رسمة الحجم الصغير ده علشان النجمة بتاعتي كان هيبقى حجمها صغير مش كبير قوي. وبعدين هبدأ ان انا ارسم كده النجمة على قطعة الكرتون اللي هي معايا، ده اهم جزء كده علشان انا هرسم النجمة الكبيرة معايا. طبعا ممكن ان احنا نطبع الورقة، بس انا برضو حبيت ان انا اوضح فكرة كده ان احنا ازاي نرسم النجمة في البيت على ورقة الكرتون من غير طباعة ورقة. انا كده خلاص بعد ما كنت رسمت النجمة على قطعة الكرتون بدأت ان انا ايه اعمل عليها كده بالقلم الرصاص تاني علشان بس يبقى الشكل برضو باين معاكو. هحدد بقى نقطة كده في نص النجمة برضو علشان النقطة دي هي اللي هبدأ ان انا ارسم منها بقى الاجزاء التانية. بصوا بقى في اجزاء كده في النجمة بتبقى طويلة شوية، وفي اجزاء بتبقى داخلة لجوه كده. انا هبدأ من كل الاول طرف طويل في النجمة، هبدأ ان انا شد خط كده، هاخد من اول النقطة اللي في نص النجمة، وبعدين هبدأ ان انا ظبط كده على الخط الطويل اللي هو في النجمة او الجزء المثلث الطويل كده اللي في النجمة، وبعدين هبدأ ان انا شد اول خط كده. من كل طرف طويل في النجمة بتاعتي هبدأ ان انا شد خط. يعني انا كده بدأت كمان على الطرف التاني اهو، بظبط المسطرة معايا من النقطة اللي في النص اهم حاجة، وبعدين ببدأ ان انا من الخط الكبير اللي هو في النجمة الجزء اللي طالع برضو منها بشد خط تاني. كل جزء طويل كده في النجمة هبدأ ان انا شد برضو منه خط. كده خلاص بعد ما كنت عملت كل الخطوط من المثلثات الطويلة اللي هي في النجمة، هبدأ بقى دلوقتي برضو اعمل خطوط من المثلثات اللي هي الصغيرة اللي نازلة لتحت. هتلاقوني كده بدأت ان انا احط لكم نقط على كل واحدة علشان تبقوا عارفين ان انا دلوقتي هشد خط من الجزء اللي تحت اللي هو في النجمة، الاجزاء بقى الصغيرة اللي تحت هبدأ اشد منها خط، بس الخط المرة دي هيبقى نص الخط الكبير اللي انا خدته. يعني انا لو من المثلث الكبير اللي انا عملته في النجمة كان طول الخط اللي انا شديته مثلا 20 سنتي، فالخط الصغير اللي انا خدته من نص النجمة الصغيرة هيبقى 5 سنتي بس، علشان هتشوفوا برضو دلوقتي هبدأ ان انا اعمل بيها ايه. كده من كل خط برضو صغير او من كل جزء صغير كده في النجمة هبدأ ان انا شد ايه الخط بتاعي الصغير. طبعا الفيديو برضو معاكم موضح اكتر، يعني انا بتكلم بس الفيديو برضو هيبقى موضح معاكم اكتر. كده خلاص بعد ما كنت برضو عملت كل الخطوط الصغيرة هبدأ بقى ان انا اوصل كده الخطوط الكبيرة مع الخطوط الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده، هيطلع برضو معايا في الاخر شكل النجمة هتشوفوه. هبدأ اوصل برضو كده الجزء التاني، انا بوصل كده الجزء الكبير اللي احنا كنا عاملينه الخط الكبير مع الخط الصغير اللي نازل لتحت علشان شكل النجمة في الاخر يطلع معايا. كده خلاص اهو انا كنت شديت كل الخطوط، شكل النجمة بدأ يوضح معايا اهو لو كنتوا واخدين بالكم. هبدأ بقى ان انا اقصها، وكده برضو الشكل هيبان معاكم اكتر. كده خلاص بعد ما كنت قصيت النجمة وشكلها بدأ يوضح معايا، في جزء كده صغير من تحت انا بدأت بس اقصه افصلهم كده عن بعض، هتشوفوا برضو انا هعمل بيها ايه في الاخر. كمان هستخدم قطع كده من الكرتون اي طول انتوا عاوزينه، انا كده كده هلفها حوالين النجمة بتاعتي، بس العرض بتاعها تقريبا كان 4 سنتي على حسب برضو ما انتوا عايزين، انتوا عايزين تطولوه العرض بتاعها اكتر، بس 4 سنتي مع النجمة بتاعتي اللي هي الصغيرة كان يعتبر طول مناسب يعني بالنسبة لي. هبدأ كده ان انا لفها حوالين النجمة كلها.
هستخدم مسدس الشمع كده وهبدأ ان انا الزق قطع الكرتون على النجمة بتاعتي. طبعا بستخدم مسدس الشمع، يعتبر اسهل طريقة كده للزق معايا. ممكن برضو ان انتوا تستخدموا الغيرة، برضو هتبقى كويسة، بس المسدس الشمع بصراحة بينجز اكتر وبينشف طبعا على طول، لكن الغيرة ممكن تاخد وقت شوية انها تنشف. هبدأ الفها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه حوالين النجمة. خلاص كده كنت لفيت النجمة كلها بأجزاء الكرتون اللي أنا كنت مجهزاها. هبدأ بقى استخدم كده قطعة من الخيش، هبدأ ان أنا احطها كده على النجمة من فوق، وبرضه هاخد المقاس بتاعها كده علشان أقص أي زيادة موجودة منها. الخيش ده أنا بجيبه من عند بتوع الكلف والخيوط، بيبقى موجود عندهم برضه كده بالمتر، وبيبقى برضه فيه ألوان تانية منه لو انتوا حابين برضه تستخدموا أي لون تاني، بس انا يعتبر احسن لون بحبه بصراحة فيه اللي هو اللون الطبيعي بتاعه دوت، بحس برضو ان بيدي شكل كويس كده. هبدأ كده ان انا اساوي الاطراف كلها وهلزقه بقى معايا كده على النجمة. هلزق اول جزء كده، هستخدم برضو مسدس الشمع. انا لزقت كده برضو الخيش على النجمة معايا، واي زيادة كده كانت موجودة في اي طرف من النجمة بدأت ان انا اقصها، وكمان الاجزاء الكرتون اللي هي في الجناب دي هبدأ كده برضو ان انا ازود عليها قطع خيش، لان انا كنت اقصها على قد النجمة بس، يعني برضو هبدأ ان انا ازود كده اجزاء من الخيش عليها علشان تداري الكرتون خالص ما يبقاش باين معايا. هتشوفوا برضو شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. كده خلاص بعد ما كنت لزقت الخيش كله على النجمة معايا، حتى الأجزاء كمان اللي هي في الجنب دي بدأت ان انا الزق عليها كده قطع زيادة من الخيش، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه كده معايا. كده خلاص الشكل النهائي بتاع النجمة بدأ يبان برضو معانا اهو. هنحط بقى آخر كده حاجة اللي هو فرع النور اللي هو هينورها بقى من جوه. هبدأ كده برضو من الجزء بقى اللي احنا كنا قاصينه كده من تحت، هفتحه كده برضو بالراحة وهبدأ ان انا ادخل كده فرع النور معايا. فرع النور اللي انا استخدمته كان الضوء بتاعه لونه تحس ان هو ايه احمر شوية كده، انتوا برضو ممكن تستخدموا اي فرع مثلا لون انتوا عاوزينه. انا كنت جربت فيها الفرع الابيض اللي هو النور بتاعه ابيض، بس بصراحة ما عجبتنيش قوي، يعني حسيت ان الاضاءة دي كده معايا هتكون افضل، الشكل كده بان معاكوا برضو اكتر. انا قلت انورها برضو علشان تشوفوا كده شكل النور هيبقى معايا جوه هيبقى شكله عامل ازاي. بجد شكلها طلعت حلوة قوي بالنور ده، يعني انتوا برضو اي نور انتوا عاوزينه ممكن ان انتوا تحطوه جواها. كمان هزود عليها كده من بره علشان اجزاء الخيش اللي هي طالعه من الجنب دي شكلها باين، هبدأ ان انا احط عليها كده فرع صغير من اللول اللي انتوا شايفينه ده، هزودها كده عليها برضو في الاطراف ديت، هتدي برضو شكل كويس. واي حاجة بقى موجودة من الخيش او اي فتلة كده موجودة من الخيش هتبدأ انها تدارى برضو معايا.
كده خلاص كان شكلها بعد ما لزقت فرع اللولي كده برضو عليها من بره. هنورها لكم برضو تاني كده علشان تشوفوا شكلها، بجد عجبتني قوي وطلع شكلها حلو قوي، وكنت مبسوطة بجد بيها قوي، يعني من احلى بجد الفيديوهات والديكورات اللي انا عملتها. ده كده كان شكل الديكور النهائي. يا رب تكون الفكرة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على القناة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.